سرطان له عدة عوامل خطورة لحدوثه، في عدة عوامل ممكن تزيد من حدوث السرطان. أهم هاي العوامل هي القصة العائلية والسرطان المورثي. الحقيقة أكثر من 10-20% من نسبة السرطانات هي بتكون عائلية وتنتقل عبر الوراثة. لذلك أي شخص عنده قصة عائلية لحدوث السرطانات، وخاصة بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي، سرطان الكولون، سرطان البروستيت أو أنواع أخرى من السرطان، هالجروب هو المجموعة لازم يعملوا بعض التحاليل وبعض الاستقصاءات، سواء الاستقصاءات بالكشف المبكر قبل حدوثه، واللي بتكون طبعا لهم كريتيريا خاصة مور أجريسيف عن الناس العاديين، أو بإجراء بعض التحاليل النوعية الخاصة، وهي طبعا التحاليل الحديثة مثل التحاليل المورثية اللي بتقدر تكشف لنا أنه هالشخص حامل هالمورثة لتطوير سرطان في المستقبل أو لا. نحن في مستشفى زليخة بمركز الأورام كل هذه الاستقصاءات بالكشف المبكر، سواء استقصاءات السكرينينج سواء الماموغرام أو الفحوص الثانية للتنظير أو للكولون أو للأنواع الأخرى من السرطانات، أو التحاليل النوعية الخاصة المورثية اللي بنقدر عن طريقة نكشف إنه إذا الشخص حامل لهالمورثة أو لا. وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان، مستشفى زليخة بفرعيها دبي والشارقة عم توفر عرض استشارة مجانية لأي شخص عنده قصة عائلية يتابع مع طبيب الأورام المختص، وبالتالي يحدد شو نوعية الاستقصاءات اللي لازم يعملها والجدول الزمني لها الاستقصاءات بشكل دوري. شكرا. زليخة هوسبيتال دبي شارجة.